Okay, good morning, dear students. Today we'll be talking about the Circassian Mamluks. Who knows this movie? There was a military coup in your country. Republic of Krakosia is under new leadership. Krakosia! There was a military coup in your country. Republic of Krakosia is under new leadership. Krakosia! الراجل ده دخل مطار وكل اللي حصل ان في الوقت اللي هو وصل فيه البلد بتاعته حصل فيها انقلاب او ريفولوشن يعني فاتمنع ان هو يقدر ان هو يرجع البلد دي ففضل بقى في المطار وعايش في المطار جاي من انهي بلد؟ كان اسمها كراكوجيا تقريبا يا دكتور او حاجه كده ايوه ما هو كراكوجيا كده بس انا مش عارف اسم البلد بالظبط لو هي دي صح ولا لا البلد كان اسمها كركوجيا فايماجن ان احنا النهارده هنتكلم على البلد اللي جاي منها توم هانكس في الفيلم بتاع ذا تيرمينال المماليك البرجيه او السيركيجن ماملوكس بالانجليزي اسمهم السيركيجن ماملوكس وقد تعرض قلاوون في اوائل عهده الى ثورتين نجا منهما إلا أن السلطان قلاوون فقد بسببهما ثقته بالمماليك الظاهرية، واتجه إلى تأسيس طائفة مملوكية خاصة تساعده في توطيد حكمه، فأنشأ في عام 1282 طائفة المماليك الشراكسة، وهو عنصر جديد من أصل قوقازي يعيش في القسم الشمالي الغربي لبلاد القوقاز في قسم من شاطئ الشرقي للبحر الأسود إلى أطراف بلاد الأبخاز جنوبًا. تميز هذا العنصر بميزتين انخفاض ثمنه بالمقارنة مع غيره من فئات المماليك الترك ووفرة أعداده في الأسواق وظل قلاوون يعمل على الإكثار من شراء هذا العنصر حتى أضحى عددهم 3700 في أواخر أيامه وأنزلهم في أبراج القلعة القاهرة لذلك عرفوا بالمماليك البرجية غير أن لفظ الشركس أو الجركس لم يطلق عليهم إلا بعد عدة سنوات والظاهر سيف الدين برقوق ابن أنس ابن عبد الله الشركسي قد عين مشاركا في تدبير أمور الدولة أي وصيا على العرش بعد وفاة السلطان المنصور علاء الدين علي ابن شعبان وتوليه ابنه الطفل الصالح حاجي سلطانا عام 1381 ميلادية فاستجاب الإلحاء الحمراء ورغبتهم في تنصيبه سلطانا فعليا عليهم بدلا من السلطان الاسمي الصغير فوافق على ذلك وبويع سلطانا في مصر في سنة في 19 رمضان من هذا العام طيب يبقى احنا بوصول برقوق اصبحنا دخلنا في مرحلة مختلفة من العمارة لأن عمارة المماليك البرجية نتيجة لنشأتهم في إقليم القوقاز وجورجيا والمناطق اللي بيجوا منها دي في روسيا التركيبة بتاعتها والتشكيل بتاعها اتغير ثلاث آثار الآثار اللي هناخدهم هي الخنقاة بتاعت الناصر فرج ابن برقوق في منطقة اسمها القرافة الشرقية أو الإيسترن سيمتري وهندرس كمان النهاردة مدرسة قايتباي في برضو في نفس المنطقة اللي هي في القرافة الشرقية وهناخد آخر حاجة اللي هو آخر سلطان من المماليك حكم اللي هو السلطان قنصوه الغوري وده قصته حكاية وهنتكلم عنها برضو في آخر المحاضرة النهاردة طيب نبتدي على طول بالناصر فرج ابن برقوق بيقول عنه بقريزي إن هو he is the most tragic king of Egypt يعني إذا كنا فاكرين إن السلطان حسن كانت قصته بائسة أو حزينة فلك أن تتخيل إن نفس المقريزي اللي اتكلم على السلطان حسن وقال إن يعني لم يرى مثله في سائر أنحاء البلاد أثر زي السلطان حسن بيتكلم على إن الحكم بتاع السلطان الناصر فرج ابن برقوق he is the most tragic king of Egypt مكان الأثر ده في منطقة اسمها القرافة الشرقية وزي ما قلنا إن حقيقي حاجة أكتر حاجة بتميز فترة المماليك البرجية دي اللي هي حاجة اسمها الخنقاء والخنقاء ده الاسم اللي تواتر عندنا النهاردة وبقينا بنسميه كلمة الخنكة فالخنقاء هو مكان لتجمع الصوفيين للإقامة أو بمعنى آخر اللي هي النزل
اللي بيسكنوا فيها الصوفيين، بحيث يكونوا في انعزال عن الناس، يقدروا ان هو يتأمل في حقيقة وجوده، هو انا جيت هنا ليه وبعمل ايه في الدنيا، ويبدأ ان هو يفكر كذا ما احنا ايه بننعزل عن الدنيا في رمضان بحيث ان احنا نتقرب الى الله. Actually القرفة دي اللي هي على يمين صلاح سالم قدام القلعة كده وانت طالع على المطار، القرفة ده هي معمولة من أيام المماليك البرجية دول، وكان مقصود بيها إنها تكون مشروع حضاري جديد يوازي الإيه القاهرة القديمة. فلما تيجي تفكر كده إن مصر من أيام فتح الإسلامي عمرو بن العاص، عمرو بن العاص أسس عاصمة وسماها الفسطاط، ثم أتت بعدها عاصمة أخرى للعسكر، وبعدين في أيام الدولة الطولونية كان في عندنا القطائع، وبعدين في أيام الفاطميين كان عندنا القاهرة. فيبدو كده إن التاريخ بيقول إن كل طائفة بتحكم مصر لابد أن يكون ليها عاصمة جديدة يقدر إن هو يتباهى بينها، أو مشروع حضاري ضخم يقدر إن هو يكون يتباهى بين الناس ويقول أنا عملت عاصمة أو مشروع حضاري كبير لمصر. فلما تيجي تبص على 200 سنة من حكم المماليك حتى الآن، وإحنا المماليك ما عملوش أي حاجة غير استخدموا الأماكن اللي موجودة في القاهرة القديمة وحطوا فيها إيه شوية آثار زي سلطان برقوق وكده. فالمماليك فكروا فجأة في أيام المماليك البرجية وقالوا إن إحنا عايزين نعمل مشروع حضاري جديد لتوسعة للعاصمة، فقرروا إن أنسب مكان اللي هو المقابر الشرقية دي، القرافة الشرقية على حدود أو على أطراف القاهرة الفاطمية، علشان كده هي ساعات بتتسمى القرافة الشرقية، وبتتسمى كمان القرافة الشمالية نسبة لو انت بتتكلم على الفسطاط. فلو انتوا مركزين كده في الخريطة عندنا الفسطاط في الجنوب وشمالها القرافة الشمالية، وعندك القاهرة في الغرب وشرقها هيبقى القرافة الشرقية. فهي نسبة على حسب انت بتتكلم على عاصمة مصر اللي هي الفسطاط او عاصمة مصر اللي هي القاهرة، يبقى بتتكلم سواء شرق او شمال العواصم دي، على أمل إن المنطقة دي مع تطور الوقت تصبح إنها منطقة سكانية. لكن الحقيقة لوجودها قريب من المقطم وبعدها عن المنطقتين الحضريتين اللي موجودين في مصر الفسطاط والقاهرة، المشروع ده ما تطورش قوي، والحقيقة إن هو أصبح أقرب يكون مكان للدفن عن إنه يكون مكان للحياة. ولذلك النهاردة منطقة القرافة الشرقية دي رغم إنها ما زالت تستخدم في دفن عائلات كثيرة جدا موجودة في مصر، إلى إنها مزيج أو خليط من الاستخدامين دول. فهنلاقي إن فيها الأضرحة والخنقهات بسبب انعزالها، وفي نفس الوقت فيها المدافن. مع مرور الوقت وازاي ان القاهرة التفت وحاصرت المنطقة دي واصبحت المنطقة اللي كانت في الاول منطقة اطراف عن القاهرة بقت جزء من القاهرة الكبيرة اللي موجودة، فالناس بدأت تسكن فيها. ولذلك في شيء غريب جدا في كل التور جايدز للناس اللي بيجوا من بره، بتلاقي في حاجة كده اعمل عنها سيرش The City of the Dead، او مفيش حد في الدول الغربية بيسكن في وسط الناس الميتين في وسط المدافن إلا في مصر. فنتيجة لأزمة السكن الطاحنة اللي بدأت تنتشر في السبعينات، كانت الناس مش لاقية مساكن، وبالنسبة لهم إن يكون في المقابر الجميلة بتاعت المصريين اللي هي عبارة عن أوضة وصالة أو أوضتين وصالة وليهم سقف ومبنيين بالخرسانة، وضعهم الصحي والآدمي أحسن بكتير جدا من العشش الصفيح أو من الخيام أو القوارب أو المناطق العشوائية اللي كان بيبحث عنها المصريين للسكن. فأصبحت إنها مدينة فيها أكثر من مليون نسمة وعايشين وليهم أسر وبيروحوا المدارس والجامعات وبيتعلموا، والحياة عندهم بيس خالص، مفيش عندهم أي مشاكل إن هم يكونوا عايشين في وسط إيه؟ في وسط الميتين زي ما أنت شايف كده. فالطبائع وخصائص المصريين في الحياة وفي الموت من العناصر المعمارية اللي بتخلي إنها أصبحت مصر مزارات، مش بس لآثارها والأهراماتها، لا يعني واضح انها كمان لاسلوب معيشتها الفريد جدا.
تعالى كده نبص على الخنقاه بتاعت فرج ابن برقوق عبر الازمنه المختلفه. دي اقدم رسمه لقيتها موجوده للخنقاه سنه 1826. من الواضح ان هي فيها قبتين وفيها مدنتين وفيها الواجهه الجميله اللي موجوده قدامك، والمنطقه المحيطه بها فعلا تتناسب مع انها تكون منطقه منعزله لحياه الصوفيين زي ما اتكلمنا. في اللقطه اللي بعد كده بنشوف الخنقاه في رسمه اخرى باين فيها القبتين وباين فيها المدنتين والقبه اللي فوق المحراب اللي باينه من حائط الجنوبي الشرقي اللي هي حائط القبله بالمنظر ده. وفي سنه 1902 المنظر البائس اللي موجود قدامك للخنقاه بالمنظر ده، وهتلاحظ ان في دعامات بتسند ما تبقى من الحائط الذي اوشك على الانهيار هو الآخر، وحواليه مجموعة من الأضرحة بتاعت الشيوخ الصوفيين في كل المنطقة، زي ما قلنا إن هي منطقة مقابر للأولياء الصالحين من الصوفيين. لكن هتلاحظ في اللقطة دي اللي هي إن المبنى خلاص مش موجودة، واقعة، وإن المبنى متهدم أولموست بالكامل، مش فاضل فيه إلا إلا بقايا. وهنا يأتي لقطة اللي حصلت بعد كده اللي هي قامت بيها لجنة حفظ الآثار المصرية اللي تشكلت في عهد عباس حلمي الثاني، ذلك الخديوي الجميل اللي عمل نشاط قوي جدا في إحياء وإعادة إعمار المساجد المصرية من أول ابن طولون للسلطان قلاوون للسلطان برقوق للسلطان قايتباي، وراح على المناطق كلها المتهدمة وإعاد بنائها مرة أخرى على نفس النمط اللي كانت مبنية عليه زمان باستخدام الرسومات اللي كانت موجودة من أيام الحملة الفرنسية. وهتلاحظ جدا في اللقطة دي إزاي إن في مناطق مبنية بالطوب الأبيض واللي هي لسه طوب فريش متجددة، والمناطق اللي هي القديمة باينة بلون غامق شوية، مما يدل على أن كل المناطق ده هي لسه مبنية جديد ومترممة بالشكل الجميل ده. فاللي بيميز الخنقاه بتاعت فرج ابن برقوق ان انا بسميها The Twin Feature، وانا بحاول دايما ان انا افرجك او احط لك علامة مميزة تفتكر بيها الاثر. خنقاه الفرج ابن برقوق اسمها The Twin. ليه ذا توين؟ لان لسبب ما المعماري بتاعها حط فيها اتنين من كل حاجه، فيها اتنين منرت وفيها اتنين دومز بيغطوا اتنين بيريال تشامبرز، يعني اتنين موزوليومز او اتنين اضرحه، واتنين سبيل وكتاب، وكمان اتنين بوابات، كلهم متنسقين بطريقه اولموست انها بايلاترالي سيمتري، يعني زي ما يكون في سيمتريه بس مش سيمتريه بالظبط، يعني البلان بتاعنا اولموست سكوير، في اتنين من كل حاجه زي ما هنقول دلوقتي، الاضرحه اللي هي سي ودي، والمداخل اللي هي اي وبي، والسبيل والكتاب اللي هو في المنطقه دي وفي المنطقه ده. زي ما انت شايف ان القبتين ايدنتيكال سي ودي، والمدنتين ايدنتيكال مش باينين في اللقطه دي بس هما من ورا هنا، وعندنا كمان ان الضريح اللي تحتيها ايدنتيكال، والبوابات ما هماش ايدنتيكال وان كانوا فيها اتنين. طيب الاريا بتاعت المبنى ده نتفرج عليها كده من هنا، حوالي 5700 متر مربع، معمولة على هيئة هايبوستايل بلان، بس واحد منهم أصبح مقفول، وفي واحد تاني من ورا من ناحية الجاردن، المفروض إن هو ده اللي شبه اللي من المدخل الرئيسي، وهنلاقي على يمين المدخل من تحت فيه سبيل، وفوق السبيل فيه الكتاب اللي أنت شايفه في البلكونة دي، ودي برضو من العلامات المميزة للعمارة المملوكية اللي فيها سبيل وكتاب في كل الأمثلة من المساجد بتاعتهم. السبيل يعني مكان لشرب المياه لعابري السبيل، والكتاب اللي هو المكان الأطفال اللي بيحفظوا فيه القرآن. طيب تعالى كده نخش جوه نشوف المنظر عامل ازاي. هنلاقي من جوه ان احنا عندنا كورت يارد ستايل، يعني مش زي ما كانت المساجد في العصر المملوكي متميزة بانها تكون كورت يارد، انها تكون ايوان. المسجد ده زي من الحالات المختلفة اللي هو مش معمول ايوان ولكنه معمول كورت يارد، ويمكن السبب في كده ان هو في الخنقاه اللي هنتكلم عنها. تعال نتكلم على نوع الارشات اللي موجود اللي انت شايفه قدامك ده. الارشات دي نوعها ايه؟
the arches carried on piers ولا columns؟ ايوه يا روين. columns. ها نورهان. piers يا دكتور. how do you know؟ علشان رصة التوب الراوند. exactly. روين خلي بالك ان العمود بيبقى قطعة واحدة من الرخام في حين ان البيرز بيبقى رصة من الطوب. اللي انت شايفاه دي رصة من الطوب ولا عمود من الرخام؟ رصة من الطوب. يبقى اسمها اكتاف او بيرز. صحيح ما هياش تخينة زي الحاكم ولا زي ابن طولون، لكنها في اول الامر هي ما زالت تركيبة من الطوب مش عمود مستقل. ايوه يا نورهان. ممكن نطلع فوق شوية؟ اوكي. حلو كده؟ تعالى بقى بص، هنلاقي كمان عندنا ايه؟ عندنا القبة. والقبة هنا فيها حاجات هنتكلم عليها بعد كده. اولا القبة مزخرفة زي ما احنا شايفين كده، انما الزخارف بتاعتنا على شكل زجزاج، فدي من العلامات المميزة. الحاجة التانية ان الركن بتاع القبة في الحتة دي فيها تشكيل كده طالع بومبي، عامل كده ايه، كونكيف وكونفكس، كونكيف وكونفكس. شايفين الحركه اللي موجوده هنا في الكورنر بتاع القبه ده؟ ده برضو هنتكلم عليه. فاول حاجه هنلاقي ان القبه دي مختلفه عن القبه بتاعه سلطان حسن والقبه بتاعه قلاوون، ان ما فيهاش الدعامات اللي في الجنب. فيبدو كده ان التطور التكنولوجي في عصر المماليك البرجيه امكنهم من ان هم يعملوا قبه اولا فيها زخارف فنيه جيده جدا، ثانيا انها طالعه كده ايه سموث ما بين الدايره اللي من تحت والقبه اللي من فوق، من غير ما يضطر ان هو يعمل دعامات علشان يشيل منها القبه. والحاجه الثالثه برضو اللي مختلفه اللي هي شكل ايه، شكل الكرنيليشنز. لو انت دققت على الكرنيليشنز هتلاقي في الكورنر بتاع الدوم من هنا في عندنا باترن محفور في الحجر، طالع كده حته لفوق وحته لتحت، حبه فوق وحبه تحت. الباترن ده لو ماشي كونكيف كونفكس كونكيف كونفكس، من الحاجات المميزة لعملية انتقال القبة من السطح الدائري إلى المتمن اللي موجود أو المربع اللي موجود تحتيه. فأنا عندي القبة بتاعة العصر المملوكي في الخنقاة بتاعة فرج بن برقوق، مميزة بالزيجزاج، مميزة بالكورنر، ومميزة بالكرينيليشنز اللي هي عاملة زي إيه؟ زي ورق الشجر اللي هي من ثلاث اوراق اللي بيسموها تراي ليف كرينيليشنز، وده مختلف عن الستيب كرينيليشنز اللي كنا شفناه قبل كده. احنا دلوقتي واقفين في الكورت بنتفرج قدامنا على التوين دومز. ادي السقف بتاع الرواق اهو، مجموعه من القباب، وادي المنبر. اوكي، وادي ايه الضريح، واحد من الأضرحة الاثنين اللي موجودين. احنا دلوقتي هو جوه الضريح، هناخد كده جولة تفقدية، هنلاقي مكتوب موجود فيها ادي المحراب وادي واحد من الأضرحة. لو دخلت كده هتلاقي ان هو مكتوب فيه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم بالخط الثلث، وده الخط اللي مشهور في العصر العمارة المملوكية. اوكي، وادي واحد من المفروض ان ده الضريح بتاع الاب، وده ضريح بتاع الطفل اللي هو ايه، اللي هو الابن الصغير لفرج ابن برقوق. السقف مكتوب عليه موجوده فيه القبه، قبه جميله فيها الزخارف. حد يعرف يقرا الكتابه اللي مكتوبه على السقف وياخد هابي فيس؟ ايه اللي مختلف في الشبابيك او النوافذ؟ روين. I guess انه في شبابيك على هيئه سيركلز. ايوه، كام واحده بقى؟ لو احنا مفاكرين العماره المملوكيه البحريه كانت الشبابيك عباره عن اثنين ودايره واحده، شباكين ودايره واحده، انما هنا عندنا ايه؟ عندنا ثلاثه وثلاثه. اوكي، فده من الحاجات اللي ميزت عماره المماليك البرجيه، ان انت عندك السيجنتشر بتاعهم او الدي ان اي فينجر برينت بتاعتهم ان هم 3 و3. طيب انت ملاحظ كمان الاضاءه اللي داخله من الشبابيك الملونه اللي من فوق؟ شايفين الازاز الايه الملون ده؟
شايفين الجمال؟ طب شايفين اسم الظاهر برقوق مكتوب على الشباك؟ يعني اسمه مكتوب حتى على الإزاز المعشق اللي موجود في النوافذ. وهنا ادي ايه الخط الثلث اللي مكتوب. وده المحراب. يبقى ده عندنا ايه؟ ادي الضريح بتاع الرجالي. نخرج تاني من المكان ده ونتفرج على الرواق. وهنا هنخرج على غالبا الساحة الكورتيارد. شوف هنا في ايه كده. هنا بقى ايه؟ ده المدخل الجانبي اللي احنا قلنا عليه. شايفين هو ازاي مقفول؟ شايفين الجزء اللي مقفول بالطوب ده؟ يعني ده واضح ان هو كان في مدخل من هنا بيستخدم، لكن هيئه الاثار عشان حفاظا على الاثر قفلته تماما. وكان في منطقه خارجيه عامله زي حديقه كده فيها ارشاط. وده وادي ايه الضريح اللي هو بتاع الشيخ الصوفي اللي كان عايز يدفن جنبه اللي هو برقوق. ما رحناش الحته دي احنا يا ايه ابدا قبل كده. البوابه دي انا اول مره اشوفها. خدتي بالك ازاي هي شبه البوابه الثانيه؟ البوابه الثانيه هتبقى هنا ناحيه الشجر ده كده، يعني من الجنب هنا. احنا عندنا دلوقتي الفيتشرز الاساسيه اللي موجوده عندنا ايه؟ اول حاجه ان البلان تايب از هايبوستايل. ثاني حاجه ان الاركيدز او الارشز بتشال على ايه؟ على بيرز. ثالث حاجه ان اول مره نشوف ليفينج كوارترز وذين ذا موسك، يعني زي ما نقول نزل. والنزل دي زي فندق، موجوده فين؟ في رقم اربعه هنا دي. فانت لو شايف هنا الطرقه موجود فيها اوض على اليمين وعلى الشمال. الاوض دي هي دي الاوض اللي عامله زي الزنازين او زي السيلز اللي بيقعد فيها الصوفيين علشان يتعبدوا. واحده منهم بتطل على الكورت يارد الداخلي، والثانيه بتطل على الصحراء اللي من بره اللي هي الجاردن اللي لسه اتفرجنا عليها ده. طبعا احنا عندنا المدخلين اهم، واحد بالاحمر من تحت وواحد بالازرق من الجنب. انهي واحد من دول اللي مقفول بطوب؟ الاحمر ولا الازرق تفتكر؟ الازرق يا دكتور. برافو، مين اللي قال؟ روين؟ نورهان يا دكتور. نورهان. ايوه يا نورهان، هو فعلا اللي بالازرق ده هو ده اللي مقفول، لان كان على يمنا في الحته اللي فيها السبيل والكتاب اللي هي فوق بعضيهم، وبعد كده حيطه ما فيهاش حد من الركن كده. اما اللي من هنا ده السبيل والكتاب على الشمال مش على اليمين، فده اللي بيميزهم من اللقطتين. وان كان البوابه شبيهه بالاخرى اهي. فالمدخل اللي بالاحمر هي الصوره اللي على اليمين، وادي تحت اللي هو السبيل، وفوقها هي اللي هي ايه الكتاب. ودي برضو من الحاجات العبقريه اللي موجوده في العماره الاسلاميه، اللي بيعمل السبيل والكتاب في اماكن قريبه من المدخل، بحيث ان عابري السبيل او الناس اللي محتاجه تشرب ميه ما تقعدش تتجول وتتمشى جوه المبنى، تخش على طول من بره، تخش على الحاجه اللي هي بابليك يوز، تشرب الميه وتخرج الى حال سبيلها. اما اللي عايز يتعلم القران بيطلع من السلم اللي موجود هنا ده على الدور الثاني، في الاطفال موجودين في البلكونه اللي فوق، ممكن يتقفل عليهم الدور كله ويبقى معاهم محفظ او محفظه القران في مكان امن بعيد عن الجري والمناطق الخطوره المختلفه. وبالتالي كده زي ما يكون عندنا مدخل للعامه من هنا، ومدخل للصوفيين في الجهه الشرقيه اللي هو فيها النزل بتاعهم او المساكن بتاعتهم. فين الاضرحه اللي شفناها؟ اهي. ادي القبه اللي تحتيها مدفن صغير ومدفن كبير، وادي الناحيه الثانيه اللي زيها فيها مدفنين، ده المدفن الحريمي وده المدفن الرجالي اللي هو كان المفروض يدفن فيه والد فرج ابن برقوق، يعني السلطان برقوق نفسه، واللي المفروض كان هيدفن فيه هو كمان، بس هنعرف ايه اللي حصل بعد كده. يبقى الخنقاء في انهي جزء من دول؟ حد يقول لي فين الخنقاء؟ اديني الرقم اللي فيه الخنقاء. دكتور رقم 4؟ رقم 4، برافو. مين معايا؟ نورهان يا دكتور. نورهان، another happy face يا نورهان. طيب ادي ايه منظر الحاجات اللي احنا شفناها من بره. ادي الكتاب من فوق وادي السبيل من تحت. افتكر دايما اللقطه دي لانك هتلاقيها في كل العماره بتاعت المماليك البرجيه بالذات،
انك هتلاقي سبيل من تحت ليه شباك وفوقيه العتب بتاعه اللي مزخرف بالابلق الشهير ده، وهتلاقي فوق السبيل في كتاب عباره عن بلكونه فيها ثلاث ارشات ليهم مشربيه كده طالعه ضليله بتضلل عليهم، وقاعدين كده في جو جميل في بلكونه قاعدين بيحفظوا القران كاطفال ومحميين من الطلوع والنزول والدوشه دي. الاركيدز اون بيرز اهي باينه موجوده، البوينتد ارشز، وادي القبه اللي فيها زجزاج، وادي الركن بتاعها اللي هو بالمنظر ده، واحده كونكيف واحده كونفكس واحده كونكيف واحده ايه واحده كونفكس. ودي لقطات اخرى برضو بتبين لك ادي المدخل الرئيسي اللي مفتوح النهارده. طبعا فرق كبير جدا ما بين حجم المدخل ده اللي هو تقريبا 18 او 20 متر وبين مدخل بتاع السلطان حسن اللي كان 34 متر، وده باين قوي من حجم الإنسان بالنسبة للمدخل. فالمدخل ده يعتبر يعني إيه لعب عيال بالنسبة للسلطان حسن، عشان بس نحس بقيمة إيه السلطان حسن. وآدي تراي لوبد الأرش، تراي لوبد يعني موجود من ثلاث أشكال أو ثلاث فصوص، عشان كده اسمه تراي لوبد. ساوثرن ويسترن بورتل أوف سلطان حسن اللي هو فين؟ آدي واحد اثنين ثلاثة لوبز، وجواهم الايه المقرنصات اللي هي برضو بتحاول تقلد الفكرة بتاعت السلطان حسن. طبعا السلطان حسن كان في عندنا 13 لير او 13 دور من المقرنصات، هنا طبعا العدد اقل بكتير. عايزين بس نبص كده لقطة سريعة للفرق بين السلطان قلاوون اللي هو اول واحد اخذناه في المماليك البحريه، والواجهه بتاعته اللي فيها ارشاد شبه العماره القوطيه اللي فيها ريساسز، وبين فرج ابن برقوق اللي الاولموست الواجهه بتاعته شبه القلعه او شبه الحصون، وده يدل برضو على الايه المرحله اللي كان موجود فيها فرج ابن برقوق. زي ما قلنا ان اول واحد عمل مسجد في العماره المملوكيه البحريه وكان برضو المسجد بتاعه شبه الحصون والقلاع كان اسمه ايه؟ قول برضو، خد الهابي فيس بتاعك سيف. الظاهر بيبرس. برافو يا سيف، هابي فيس. الظاهر بيبرس برضو كان من الواجهة بتاعته معمولة بنفس الشكل ده تقريبا. وآدي مرة أخرى هنشوف التراي لوبد كرينيليشنز، التراي لوبد ليف كرينيليشنز اللي موجودة في فرج ابن برقوق، وإزاي ممكن تقارنها بالكرينيليشنز اللي كانت موجودة في المساجد المملوكية بعد قبل كده، اللي هي زي موجودة في الأزهر أو في قلاوون او في الايه او في الحاكم. ليه بقى المقريزي بيقول على ان فرج ابن برقوق he is the most tragic king of Egypt؟ actually فرج ابن برقوق تولى الحكم وهو عنده 11 سنه، والخنقاه بتاعته استمرت 11 سنه علشان تتبني كويس. في خلال الفتره دي he was dethroned twice، يعني كانت من سمة المماليك ان هم يفضلوا يعملوا انقلابات على بعض ويتشال ويرجع تاني وينتصر. في احد المرات طبعا ان هو راح ورجع واتسجن في القلعة اللي موجودة في عكا، والقصة دي مذكورة في الكتاب بتاع تريم باسيوني، ولكنه رجع تاني الى الحكم. ولما رجع بقى للمرة التانية يقال ان فترة حكمه دي كانت مليئة بالفوضى وبالاضطرابات وبالغزوات وبالتمردات في القاهرة وبخناقات مستمرة وحروب ما بينه وبين الأمراء اللي موجودين في سوريا. طب هتقولي هو ليه كان في حروب بينه وبين الأمراء المماليك اللي في سوريا؟ هبتدي أفكرك وأقولك إن ده كان من المماليك البرجية، وكان العرف إن المماليك البحرية هم اللي بيحكموا، وبالتالي لما مصر حكمها واحد من المماليك البرجية الأمراء اللي موجودين في الشام ما كانوش راضيين عن هذا التغير في نمط الحكم، وبالتالي كانوا بيحاولوا ان هم يقلبوا السلطان فرج ابن برقوق ويرجعوهم مره تانية. المهم في احد الغزوات وهو عنده 23 سنه راح في احد الغزوات او المعارك مع سلاطين الشام، وهناك تم اسره واتسجن في قلعه دمشق وهو عنده 23 سنه، وبعدين وهو في السجن سلطوا عليه واحد من المساجين قام اغتاله، وبالتالي يبقى ايه يا عيني مات في السجن، واحنا هنعملنا تدخل بقى في قدر ربنا، هي حته خناقه صغيره بين المساجين ادت ان هو مات في السجن، هنعمل له ايه؟ فمات في دمشق، والجثه بتاعته ما رجعتش مصر تاني، ولذلك ان فرج ابن برقوق مش مدفون في المقبره بتاعته، علشان كده هتلاقي ابوه مدفون هناك وابنه الصغير مدفون هناك، لكن هو ذات نفسه مش مدفون هناك. دكتور ان هو كان عامل ان كل حاجه توام، يعني في من كل حاجه اتنين، كان في اتنين مأذنه صح، وفي القبه والقبه بتاعته كان فيها زجزاج تمام،
وايه تاني؟ وممكن برضو كان الحاجات المميزة ال الثلاث دوائر والثلاث شبابيك اللي برافو موجودة يا في ال نورهان. طب أخبار الكرينيليشنز إيه؟ كانت ثانية واحدة، كانت حاجتين عكس بعض كده، بس أنا مش فاكراها أوي. اللي هي تراي لوبد، تراي لوبد ليف كرينيليشنز، تراي لوبد يعني اللي فيها ثلاث فصوص، مش كده يا نورهان؟ أي يا دكتور. بس انت ما قلتليش اهم حاجه، هو البلان تايب بتاعه ايه؟ كان كورت يارد. كان كورت يارد، والعمدان متشاله على اكتاف ولا على عمدان الارشاف؟ اكتاف. على اكتاف. طب ودي مش حاجات مميزه؟ يا دكتور، بس انا ما كنتش عارفه ان يعني حضرتك تقصد حاجه، يعني انا فاكره حاجات مختلفه موجوده مثلا مش موجوده في مساجد تانية او كده. هي اهم حاجه مختلفه اللي هي موضوع البلان تايب، لان احنا قلنا ان الحاجات المميزه للمماليك بصفه عامه ان البلان تايب بتاعها من الطراز الايوان على المذاهب الاربعه. فاحنا لاول مره بنلاقي ان عندنا خنقاه، يعني مكان فيه نزل للصوفيين، وكمان عندنا البلان تايب بتاع المسجد ده بالذات ما فيهوش ايوان، وده بسبب ان هو كان فيه خنقاه. بس ان اني كيس تستحق اتنين هابي فيس يا نوريان، تسلمي. شكرا يا دكتور. اورايت، هنخش بقى لاحسن حاجه موجوده النهارده اللي هي مدرسه قايتباي برضو في القرافه الشرقيه. والقايتباي ده حدوته لوحده تستحق ان احنا نتكلم عليه. لو احنا بصينا اهو اللقطه دي بتبين لك بالظبط فين القرافه الشرقيه بالنسبه لصلاح سالم. هتلاقي ان صلاح سالم هنا في الجنب ده مطرح ما الماوس بتاعي بيشتغل، وهتلاقي اللي على يمين الاوض الصغننه دي اللي هي المقابر اللي احنا اتكلمنا عليها، وعلى شمال هتلاقي هنا المبنى المثلث ده اللي هو مشيخه الازهر. عارفين مكان مشيخه الازهر في صلاح سالم؟ يعني احنا لو دخلنا يمين كده من هنا هنوصل لجامع الازهر والمعز. فدي المنطقه اللي كانوا المماليك قلنا عايزين يعملوا فيها عاصمه اداريه ليهم جديده. وهتلاقي ان فوق هنا في الخنقاه بتاعه الناصر فرج بن برقوق، وعلى بعد 600 متر منها جنوبا هتلاقي ان في ايه؟ مدرسه قايتباي. يعني المعلمين الكبار دول حتى شايف حجمهم كبير ازاي بالنسبه للمقابر، قريبين من بعض، والحجم بتاعهم مسيطر على المنطقه بالكامل لدرجه ان هم باينين في الصور الاقمار الصناعيه. الحقيقه ان السلطان قايتباي يمكن من النماذج المضيئه في تاريخ المماليك، واحنا للاسف ان تاريخ المماليك اللي هو مليء بانقلابات واغتيالات ودماء وعنف، يعني هو اللي طاغي على الفكره، الا في بعض الاستثناءات الوحيده اللي هو منهم السلطان قايتباي. السلطان قايتباي حكم مصر لمده 78 سنه، وحكم مصر لمدة 28 سنة، وده بيعتبر العصر الذهبي للمماليك البرجية بالذات. الملفت للنظر ان اللي يشوف الاعمال بتاعت السلطان قايتباي هيلاقي انها متعددة جدا، ليه اكتر من 230 اثر مسجل في الاثار، ليس في مصر وحدها ولكن في كل بقاع الاراضي المسلمين اللي كانت تحت سيطرة الدولة المملوكية في الوقت ده. تخيل 230. هتقولي هما فين دول يا دكتور؟ هقولك تعالى كده عد معايا. انت ما اقولك قايتباي، تعرف ايه اهم اثر لقايتباي موجود في مصر؟ القلعة يا دكتور. القلعة اللي في اسكندرية اللي موجودة فوق على الشمال دي. طيب هتقولي قلعة قايتباي، انا ما كنتش اعرف ان هو كمان مرسوم على الجنيه اللي هو المدرسة اللي هناخدها النهاردة. ده انا ما كنتش اعرف ان هو كمان ليه قلعة في حلب اسمها قلعة الجبل، زي القلعة اللي عملها صلاح الدين، يعني عامل قلعة ضخمة فيها مجاري مياه اهي زي اللي هي مجرى العيون، وفيها تحصينات ضخمة جدا بتحمي حلب بالكامل من غزوات التتار والصليبيين اللي كانوا موجودين. ده كمان عامل وقف في المسجد الأقصى اللي هو سبيل، والسبيل اللقطة الحديثة اللي بتبين لك ده ان هو لحد النهاردة الأثر ده موجود في القدس. والقبة الخضراء كمان يا دكتور هقول لك، لما حصل حريق في مكة اتهدم على أثره بصاعقة من السماء، هدمت وحرقت جزء من المسجد النبوي، أعيد بناء القبة واتعمل لها القبة الخضراء والترميم بتاعها في عهد السلطان قايتباي. ده كمان المدنة الثالثة اللي موجودة في أكبر جامع أموي موجود في الشام اللي هو في دمشق، المسجد الأموي الكبير، هتلاقي إن في منارة من الثلاث منارات اللي موجودين هناك اسمها منارة قايتباي. يعني إذا قايتباي
أفضاله وآثاره بتمتد في العالم الإسلامي، مغطية كل مقدسات الأمة الإسلامية من أول المسجد الأقصى للمسجد النبوي لعاصمة الخلافة الأموية لعاصمة الخلافة المملوكية في مصر. ف he has more than 230 monuments and charities in Cairo, Alexandria, Aleppo, Damascus, Mecca, Medina and Jerusalem. Actually اللي بيميز السلطان قايتباي ان هو السلطان الوحيد اللي ما جاش للحكم عن طريق انقلاب. ايه ده ازاي يعني؟ يعني ما قتلش حد عشان يوصل؟ لا، امال جه ازاي؟ اللي حصل ان كان في خلاف ما بين المماليك اللي قبله على بعض، واوشكت ان تحصل حرب اهليه بين المماليك وبين البلاد، فالحكماء قالوا طب احنا نجيب حد نيوترال ملوش دعوه بالحكم ولا بالسلطه ونمسكه، لان هو كان امير قبل ان يكون سلطان، وكان عنده املاك، وكان معروف ان هو ثري جدا من غير ما الحكم اصلا. فهو ثراءه ما جاش عن طريق الحكم، ولكن جه عن طريق التجاره الذاتيه وشغله الشخصي. فهي واز نومينيتد تو ثرون فولوينج ا كو. لما مسك بقى الحكم اشتغل بطريقه ذكيه جدا عشان يحفظ التوازن. السياسه بتاعته كانت appointing rivals to post of equal authority. يعني ايه؟ يعني يحط ناس بيكرهوا بعض في مناصب ليها نفس القوة. في أحد زياراته للحجاز شاف الفقر اللي عايشة فيه المسلمين، طبعا مش السعودية وقتها، وقرر إن هو يحط جزء كبير جدا من الأوقاف ومن ثروته الشخصية إن هو يوزع اللي هي التكية اللي موجودة في المدينة النهاردة، اللي هو يعمل فيها أكل مجانا وإطعام المساكين يعني توزيع المعونات على الفقراء. وبعدين زي ما قلنا لما حريق دمر المسجد النبوي في المدينة المنورة أعاد بناء المسجد النبوي بالكامل، ولسه أثاره موجودة النهاردة. أنا آخر مرة كنت هناك السنة اللي فاتت ادهشت إن لسه اسمه مكتوب على أجزاء من المنبر وعلى أجزاء من الباب اللي من ناحية باب جبريل. والمدهش في الأمر كمان إن السلطان قايتباي لم يمت عن طريق إيه؟ عن طريق القتل أو الاغتيال، بل مرض طبيعي جدا ومات. ومش بس ده، مات موتة طبيعية، ده كمان اتدفن في المدرسة والضريح اللي عملهم لنفسه. يبقى احنا لأول مرة أو لتاني مرة بنشوف اتنين فقط من كل المماليك اللي أخذناهم اتدفنوا في مكان اللي خصصوه لنفسهم في الضريح بتاعهم. يبقى واحد منهم السلطان قايتباي، ولو عرفت مين السلطان التاني اللي اتدفن في الضريح بتاعه ليك هابي فيس. نسمع مها وبعد كده نورهان. أنا شايف إن هم كانوا مهتمين قوي إن هم إيه اللي هيحصل لهم، كانوا عايزين يدفنوا في مكان كويس، بس ما كانوش باصين لقدام، ما كانوش باصين إن هو الحكم ممكن يتسرق منهم، ما كانوش عاملين باعتبارهم أي حاجة، وإن هو بس اتسيت بس معرفش. كويس كويس نورهان. دكتور هو انا شايفه ان هم علشان هم كانوا ده يعني انجازاتهم واعمالهم الكتيره في الدوله خلت الناس مثلا ما يبقاش عليهم مثلا حد يكرههم او ما فيش خلل في الدوله يخلي مثلا حد يقتلهم او كده، فهم انجازاتهم في البلاد او كده وحب مثلا الناس ليهم، وان هو زي ما حضرتك قلت ان هو كان ذكي في حكمه ان هو كان بيعين مثلا ناس بتكره بعض فينشغلوا بعض عنه، فمحدش مثلا يفكر ان هو يقتله او ياخد مكانه. كويس قوي يا نورهان، يعني كأنك بتقولي كما تدين وتدان. اه حاجه زي كده، يعني هم كل يعني هم ما كانوش رايحين مثلا عشان يجمعوا ثروات او كده، لا هم كان عايزين يحكموا صح ويعملوا انجازات حقيقيه للناس. لما تكون البدايات كويسه all that starts well ايه ends well. ends well. فيعني nothing is more indicative of that than قايتباي، اللي هو جه للحكم بالاختيار ومشى من الحكم بطريقة طبيعية، وكان أعماله في كل حتة من أرجاء المسلمين يعني قد تدل، طبعا ربنا أعلم بالنوايا، بس يبدو أن إيه يعني أن نقدر نشوف أن أعماله وسيرته اللي مكتوبة في كتب التاريخ أنها كانت أعمال إيه صالحة. فآدي قايتباي وآدي إيه القصة بتاعته. طيب لما نيجي بقى نبص على المبنى بتاعه، إيه ده يا دكتور؟ ده حاجة بسيطة خالص، ده مبنى صغنن خالص. ولكن قايتباي، مدرسة قايتباي مكونة من شقين،
واحدة منهم لما كان أمير وواحدة منهم لما بقى سلطان. فهو كان عنده المدرسة في الأول لما كان أمير، وبعد كده كمل الضريح والكتاب والسبيل لما بقى إيه، لما بقى سلطان. It represents something that was phasing out at that time، اللي هي إيه؟ الخنقاء. فإحنا كان عندنا في مسجد السلطان فرج بن برقوق كان عندنا ضريح وكان عندنا الخنقاء للصوفيين. في عهد بقى قايتباي اللي هو جاي 1472 ده ما كانش فيها خنقاء، كان فيها فقط مدرسة وكتاب وضريح. فلو نيجي نبص كده على المسقط الأفقي أو البلان، هنلاقي إن عندنا المدخل الأزرق ده في واحد اللي هو البورتل، وهتلاقي على الشمال اللي هي الحاجة الطبيعية دايما اللي بنقول عليها اللي هي إيه، اللي هو تحت السبيل، وفوقيها الدور الثاني فيه الكتاب. وبعدين بندخل على الجزء رقم 5 اللي هو فيه إيوان القبلة، وبعدين محاط بثلاث إيوانات أخرى، وفوقيهم شخشيخة مش كورت يارد. يعني رقم 4 ده هي عبارة عن جزء مسقوف أو فناء مقفول من فوق بجزء فيه شخشيخة. وبعدين بنوصل بعد كده لجزء الخلفي اللي هو فيه إيه، اللي فيه رقم 7 اللي هو الموزليوم أو اللي هو الضريح اللي اتدفن فيه فعلا السلطان قايتباي في الحتة دي. وآدي القبلة اللي هنا هي، وآدي القبلة اللي هنا. تعالى كده نتفرج ونشوف شكله عامل إزاي من بره، وليه الناس معجبة قوي بضريح ومدرسة السلطان القايتباي. احنا عندنا هنا هو آدي الضريح بتاع قايتباي من جوه، شايفين من هنا القبلة، وآدي المدفن بتاعه. وبعدين نطلع برأسنا لفوق نشوف قد إيه القبة عالية وكبيرة، وفيها إيه العلامة المميزة للمماليك البرجية اللي هي إيه بقى؟ ثلاث دوائر وثلاث شبابيك يا دكتور. ثلاث دوائر وثلاث شبابيك. وفي الكورنر فيه عندنا إيه؟ مقرنصات. مقرنصات، الاسم الصعب المجعلس ده. حد يعرف بره المقرنصات من بره هنلاقي إيه؟ هنلاقي نفس الحركة اللي لقيناها فين؟ في مسجد في خنقاه فرج ابن برقوق، اللي هي الجزء اللي معمول كونكيف وكونفكس. ففوق المثلث ده من الخارج الجزء المشطوف اللي معمول بالطريقه اللي قلنا عليها. وادي الايه الرسومات اللي موجوده في الازاز المعشق اللي في الضريح من جوه. ومن الداخل هنلاقي القبه بيرفكتلي سكوير، ومن بره هنلاقي فيها شغل جميل جدا ما شفناهوش في اي حاجه قبل كده. انا اتمنى يكون في لقطات اخرى غير دي، بس الظاهر هو هنا مفيش غير الضريح هو اللي متصور. طيب نرجع تاني، شايفين دلوقتي البلان مرة اخرى؟ اه تمام. ادي شكل الجامع من بره، فرغم ان مساحته صغيرة جدا يعني حاجة لا تكاد تذكر 1100 متر مسطح مقارنة بال 750 اللي هو كان أصغر جامع خدناه في الفاطميين، عندنا هنا أصغر جامع خدناه في المماليك اللي هو الجامع بتاع المدرسة اللي هي السلطان قايتباي اللي هي 1100 متر مربع. الواجهة بتاعته فيها استخدام لنسب هندسية في غاية الجمال، والمدنة بتاعته في منتهى الرشاقة، عبارة عن مربع ثم فوقه متمن، وفوق المتمن جاليري، وفوق البدن دائري ثم جاليري آخر ثم البصلة اللي موجودة من فوق. ولو بصينا هنا على القبة هنلاقي ان هي برضو معمولة بالطريقة اللي انا كنت لسه بكلمك عليها، اللي هي فيها ايه، شايفين الكورنر هنا ده، الشطفة اللي موجودة كونكيف وكونفكس بالمنظر ده. حد يقول لي العنصرين دول اسمهم ايه؟ ايه البلكونة اللي فوق وايه الحتة اللي تحت دي اسمهم ايه؟ دكتور هما تقريبا السبيل والكتاب. صح، السبيل والكتاب. دي نورهان؟ اه يا دكتور. ايه نورهان مسيطرة انت النهاردة. طيب نورهان، بما ان انت لسه معايا، المدخل ده يشبه ايه اللي فيه؟ يشبه المدخل بتاع السلطان الناصر فرج ابن برقوق. تقريبا يا دكتور الطول بتاعه والشكل بتاع النهايه بتاعته السيركل بتاعته في الاخر اللي هو الترايل ليف، الترايلوبد ليف اللي هي الورقه الثلاثيه ده،
ده شكله من الخارج، انما من جوه لو احنا بصينا ما فيهوش المقرنصات الكتيره اللي موجوده في المدخل بتاع الناصر فرج ابن برقوق. طب ما تقولي لي كده القبه مختلفه عنه في ايه؟ القبة الشكل بتاع الأرشاد بتاعته يا دكتور، الزخارف. الزخارف الزخارف هناك كانت عاملة ازاي؟ كانت هناك زجزاج. زجزاج. وهنا بنشوف زخارف لأول مرة عبارة عن انترسكشن ما بين البايومورفيك اللي هو الأشكال اللي عاملة زي ورق الشجر، ولو بصيت كمان أكتر هتلاقي إن ورقة الشجر اللي مرسومة اللي هي الإيه؟ اللي هي تراي لوبد برضو. فيبدو ان ايه، ان الاعجاب وان ده الدي ان ايه برضو بتاع المماليك البرجيه اللي هو تراي لوب ليف، ومراكب عليها الباترنز الجيومتريك اللي بنعمل منها النجوم والارابيسك اللي كنا بنرسمه في الاكسرسايزز بتاعتنا. فالمبهر في قبه السلطان الاشرف قايتباي ازاي ان الديكوريشنز ده هي معمول على سطح مقعر، يعني بيتغير الديامتر بتاعه كل ما بطلع لفوق، ورغم ذلك الرسمه بتاعتها از بيرفكتلي مرسومه ولا كانهاش اوتوكاد. طب ده هي لو كانت اوتوكاد في ال2 دي كنا اساسا هنقعد نشد في شعرنا علشان نرسمها، ما بالك بقى وان هي 3 دي وبتتغير الدايمنشنز بتاعتها طول ما انت ماشي لفوق وما بتغلطش ولا غلطه. انت متخيل ان ده نحت على الحجر، يعني لو كان غلط النحات في اي جزء من دول كان المفروض يعيد القبه كلها من اول وجديد، حاجه كده زي ما ايه لما الكمبيوتر بتاعك يحصل له كراش وتضطر ان انت تعمل فورمات ليه، يعني هتبتدي تشتغل الشغل بتاعك من اول وجديد تاني. فالزخارف بتاعت القبه من قمه الابداعات اللي موجوده. فانا عندي في جامع ومدرسه الاشرف قايتباي ابداعات في القبه، ابداعات في المبنى، وابداعات في المدخل والواجهه بتاعته. ادي ايه، ادي الزخارف اللي موجوده على المبنى بتاعت قايتباي، وادي التراي فينسترز او الشبابيك الثلاثيه اللي بتميز المماليك البرجيه، وادي الكورنر بتاع القبه اللي هو ماشي معايا كونكيف كونفكس، ويا ريته سابها فاضيه، ده حتى كمان قاعد بيعمل عليها الزخارف زجزاج، ده قاعد بقى رايق رايق روقان مفيش زيه. اوكي، انا عندي هنا ثلاث لقطات مختلفة علشان نراجع ونشوف هي الدنيا اتغيرت ازاي عبر الزمان. واحدة منهم للسلطان حسن، وواحدة لفرج ابن برقوق، وواحدة للسلطان قايتباي. افتكر كويس قوي ان انا ممكن اجيب لك سؤال ان انا اخليك تتلخبط، تبقى عارف انهي قبة تركب مع انهي باب او انهي بوابة. فتشيك كده that you can compare، وانا دلوقتي هسألكم الاسئلة randomly. روين اتفضلي يا رامي. انا عندي سؤال، هو مش احنا في الفاينل هنعمل زي جروب بازل اعتقد؟ ايوه، ما هو الجروب بازل ممكن يجي لك فيها سؤال زي ده. اوكي، تقدري تميزي دلوقتي ما بين الثلاثة دول يا راوين؟ اقدر اميزش المكتوب يعني تحت. لا، انا عايزك تميزي تقولي لي ايه الوصف اللي مختلف ما بينهم، يعني انا عندي اكلميني عن البوابات شويه، ايه الفرق بين مدرسه السلطان قايتباي ومدرسه السلطان حسن وفرج ابن برقوق من حيث الكرينليشنز بتاعه البوابه؟ دكتور انا كنت عايز اسال، هو ليه في قايتباي و بتاع ابن برقوق الاثنين نفس الالوان يعتبر، ويعتبر نفس الديزاين، الفرق في اخر لوب اللي هي اللي في النص، ان عند قايتباي في تشايلي والتانية عاملة زي الشمس. والتانية عاملة زي الايه؟ الشمس يعني دورية وطالع منها خطوط. ده في سلطان حسن؟ لا، في بتاعت ابن برقوق في لايك دورية حمراء وطالع منها خطوط حمراء عكس الخطوط البيضاء. لا انا ما عنديش اجابه لدي، في ما عدا الى ان واضح ان قايد باي المهندس كان بيبص على زخارف من نوع البايومورفيك اكتر، لان هي متكرره معانا في القبه كمان. فكون ان هو يعني خلي بالك ان كل واحد بيحاول يميز نفسه عن الاخر فبيعمل حاجه مختلفه مع الاحتفاظ بالملامح العامه، بس انا هنا قادر ان انا اميز ما بين عماره المماليك البرجيه اللي هي فيها البورتل معمول من تراي لوبت ده الاساس، اوكي، والمماليك البحريه اللي متمثله في السلطان حسن اللي هي مختلفه خالص
في شكل البوابة بتاعته. إنما أنا كنت بتكلم دلوقتي عن القبة، ملاحظين إزاي الدنيا اتطورت تكنولوجيا؟ يعني تحسي هنا إن هي القبة هنا مجعلصة كده، يعني مش مطمن لها خالص، عمال يحط لها دعامات من الجنب أحسن تقع منه ولا تفتح، وبعدين مركبها على حاجة ما هي سموث، القبة نازلة على جزء زي ما يكون في كاميرا طالعة، في كاميرا كده إيه بارزة، وبعد الكاميرا دي نازل الرقبة بتاعت القبة وبرضو فيها دعامات أخرى، في حين إن هنا perfectly إيه perfectly smooth ما بين الدرام اللي هي الرقبة وما بين إيه ما بين القبة، صح؟ يبقى ادي ايه التلات. ايوه ما ماشي، هو ممكن يكون الفرق في الارتفاع بتاع المبنيين اثر عليهم ان هم يعرفوا يبنوا القبة بشكل احسن، ولا ده مش ما بين ايه وايه، ما بين الـ السلطان حسن ولا ما بين الـ المماليك البرجية الاثنين دول؟ السلطان حسن والاثنين دول هم. لا انا تفسيري الشخصي ان في وقت السلطان حسن تنفيذ القباب كان مشكلة، لأن دايما هنلاقي ان حتى قبة السلطان حسن وقبة جده اللي هو السلطان قلاوون الاثنين كانوا وقعوا وترمموا واتعملوا من اول وجديد. اوكي، فبتحسي ان ايه ان في نوع من انواع عدم الاطمئنان للبناء بالطريقة التقليدية، انما في حالة المماليك البرجية ودي بعديهم بفترة طويلة من الزمن استطاعوا ان هو يطوروا تكنولوجيا وطريقة للبناء في السقالات وفي عمل الشدة بتاعة القبب بحيث ان هم يضمنوا التحميل المظبوط بتاعها، عشان كده ما شفناش ان قبة لا خنقاه فرج بن برقوق وقعت ولا بتاعت السلطان قايتباي وقعت والاتنين موجودين معنا لحد النهاردة. مرة تانية نبص على البوابات، انت مش مهم بس انك تعرف التوب بتاع البوابه عامل ازاي، وابقى خلي بالك ان احنا كمان الجزء النص التحتاني منهم ممكن ان هو لخبطه لك مع بعضه، يعني ممكن اجيب لك بتاع الثلاثه احطها لك في واحد، وبتاعه واحد احطها لك في اثنين، وبتاعه اثنين احطها لك في ثلاثه، وانت بقى مطلوب منك انك تحرك البازل وتجيب النص التحتاني بتاع البوابه للبوابه الصحيحه بتاعته، فخلي بالك برضو من الفروقات. كلهم فيهم شباك واحد يتيم في النص، طب ايه اللي يخليني افتكر ثلاثة عن واحد دول؟ ازاي انتهت دورة المماليك؟ احنا عندنا مجموعة من الاسباب الداخلية والخارجية والاحداث العالمية اللي اثرت عليهم. بالنسبة للاسباب الخارجية، احنا كان عندنا سقوط غرناطة اخر ممالك المسلمين في الاندلس سنة 1492 اللي هي متمثلة في اللقطة دي، اللي هي بيسلم ابو عبد الله محمد بيسلم مفاتيح غرناطه او مستعمره غرناطه في اسبانيا لملك الارجون وقشتاله من الاسبان، وبالتالي زي ما كانت امه بتقول لعبد الله في الشعر اللي قالته بعد السقوط، يعني ابكي على ملك لم تستطع ان تحافظ عليه كالرجال. فسقوط غرناطة ده وعدم واستنجادهم بالمماليك وعدم نجدة المماليك للمسلمين اللي موجودين في الأندلس طبعا ايه أطفى نوع من أنواع المشاكل عليهم، وده أثر عليهم اقتصاديا بعد كده. السبب الثاني الخارجي اللي هو اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، ومن أول ما سقطت الأندلس كانت كل طرق التجارة كانت أصلا بتعدي في بلاد المسلمين في الشرق الأوسط من الهند، مستعمرات الهند وإلى أوروبا، فبالتالي كانت طريق التجارة اللي بيعدي من مصر كان بيتاخد عليه رسوم، كان بيسبب يعني غنى وثراء للدولة الإسلامية بسبب تجارة الترانزيت. فلما النصارى أعادوا احتلال الأسبانيا مرة أخرى وأخذوا الأندلس من المسلمين، جه الرحالة اللي اسمه فاسكو دي جاما واكتشف طريق آخر للوصول إلى الهند مش بيعدي طريق المسلمين في الشرق الأوسط، ورغم أنه هو كان أطول إلا كأنه هو إيه كان مقصود فيها المقاطعة الاقتصادية للدول الإسلامية وإفقارهم، فكان أسهل عليهم أو أسعد بالنسبة لهم أن هم يمشوا في طريق طويل مكلف جدا ويوصلوا للمستعمرات بتاعتهم على أن هم إيه على أن هم يعدوا ويدفعوا تاكسز للمسلمين، فده أفقر الدولة الإسلامية جدا، وبالتالي اضطرت المماليك أنها تقوم بفرض ضرائب باهظة على المصريين علشان تعوض النقص في الموارد اللي كان جاي
من طريق من طريق التجاره البريه ده. طبعا راس الرجاء الصالح اللي هي اعلى اخر نقطه في القاره الافريقيه من تحت، واللي هي النهارده موجوده في كيب اوف جود هوب في جنوب افريقيا، وعليها صليب من فوق يؤكد ان كانت الحرب الدينيه الاساسيه كانت هي الباعث للايه للاكتشاف الطريق ده. طبعا بعد كده كان في اكتشافات اخرى زي امريكا والكلام ده كله، بس السببين الاساسيين سقوط اسبانيا، اثنين اكتشاف راس طريق راس الرجاء الصالح، بالاضافه الى ايه الى فقدان الشرعيه وظهور الدوله العثمانيه. طبعا لما نيجي نتكلم على الشرعية بتاعة دولة المماليك هنقول إن هي بدأت بأسر لويس التاسع أيام مين؟ أيام الصالح نجم الدين أيوب، وما تلا من حكم المماليك متمثلا في الظاهر بيبرس ثم قطز وقتال التتار والانتصار عليهم، ومرورا بانتصار الناصر محمد بن قلاوون على الصليبيين في معركة فتح عكا وسقوط عكا التي أنهت وجود إيه؟ الصليبيين. فدايما كان حكم المماليك لمصر متمثل في قدرتهم على الدفاع والحفظ لأراضي المسلمين. فلما تسقط كثير من بلاد المسلمين ويستنجدوا بالمماليك ولا يسعفوهم، فليس ذلك إلا دليل على إيه؟ على فقدانهم. الحاجة الثانية بقى اللي هي ظهور الدولة العثمانية. والدولة العثمانية كانت طول عمرها قاعدة في تعايش مع دولة المماليك، ما عندهمش مشاكل، لحد لما إيه؟ لحد لما الطريق رأس الرجاء الصالح ده خلى إن البرتغاليين يعملوا مستعمرات في اليمن في المنطقة ده. ومن المستعمرات دي كانت الدولة العثمانية موجودة هنا فوق ودولة المماليك موجودة هنا تحت، والمماليك مسيطرين على مصر والشام والقدس والمدينة المنورة ومكة، والدولة العثمانية موجودة فوق هنا ناحية تركيا دلوقتي وعايشة حياتها وبتستمر في التوسع في أوروبا وملهاش دعوة باللي بيحصل من تحت ده ومش مهتمية. لحد لما جه وأصبح أن البرتغاليين بيعملوا مستعمرات وبدأوا أن هم يهجموا على المدينة وعلى مكة، وبعدين يهجموا على الدولة العثمانية من ناحية الشام، والدولة المماليك كانت في ضعف شديد لدرجة أنها بقتش عارفة تأمن الدولة العثمانية من إيه؟ من ناحية الجنوب. فكان رد فعل أن سليم الأول قرر أن هو يهجم بقى على دولة المماليك اللي وصلت من الضعف ومش قادرة أنها تأمن ظهر الدولة العثمانية ويقضي عليهم. مين اللي خرج لهم علشان يوقفهم؟ طبعا كان ايه اللي شاف منكم ممالك النار او يتابع المسلسل ده، فهو بيتكلم على اخر حكام المماليك اللي هو قنصوه الغوري اللي خرج في معركة مرج دابق محاولا ان ينتصر على سليم الاول علشان يمنعه من فتح مصر او من غزو مصر. طبعا المعركة دي انتهت بأن السلطان قنصوه الغوري اللي كان عنده حاجة و70 سنة أنه هو وقع، ويقال أنه جاته سكتة قلبية في المعركة وطب ساكت ولم يعثر له لا على جثة ولا على حاجة، وانتصر سليم الأول على قنصوه الغوري وزحف من مرج دابق إلى مصر إلى القاهرة، حيث قاتل طومان باي آخر السلاطين المماليك اللي موجودين في مصر من داخل القاهرة، واتهزم في معركة الريدانية واتشنق على إيه؟ على باب زويلة. طبعا باب زويلة من الأماكن اللي ليها يعني سحر وليها غموض في التاريخ المصري الشديد من كتر الناس اللي اتشنقت عليها، وفي ناس بتتبارك بباب زويلة بتحط أحجية وأعمال سحر وحاجة زي كده علشان تعتقد إن كان في ولي من أولياء الله الصالحين اللي هو المتولي، عشان كده البوابة ساعات بتسمى بوابة المتولي أو باب زويلة، إن هو روحه بتسكن ورا الباب الخشب اللي موجود هنا وإن هو قادر على شفاء الناس. فاللي عايزة تتجوز واللي عايزة تتخلف واللي عايزة تتقم من درتها واللي عايزة تخف واللي 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 بيكتبوا تعاويذ وأعمال سحر وبيحطوها، ويقال إن هم لما فكوا البتاع ده لقوا آلاف من الأحجية ومن الأحجبات اللي موجودة ورا الباب واتشالت كلها، بس ما زال المصريين لحد النهاردة بيعتقدوا بأن باب زويلة أو بوابة المتولي دي ليها سحر خاص. آخر المماليك كان زي ما قلنا السلطان طومان باي اللي كان سنة 1517 واتشنق على باب زويلة، وبذلك انتهى حكم المماليك من مصر. قبل ما نخلص حكم المماليك في مصر لازم نعدي على ذلك الشخص المريب اللي اسمه قنصوه الغوري اللي عمل أعمال كثيرة جدا برضو في مصر.
عشان كده بنسميه ذا لاست امبرور، لان هو اخر واحد من المماليك يحكم مصر لفتره محترمه يعني حوالي 15 سنه، وعمل اعمال وكان يهوى العماره والشعر والزهور والموسيقى، وكان بيحب ان هو يعمل يعني منشآت غريبه جدا. طبعا احنا شفناها من اهم اعماله اللي هي المدنة اللي بروحين او المدنة اللي براسين اللي موجوده فين، اللي موجوده في الازهر. انما هو في حقيقه الامر بجنب هذا يعني الروح الجميله اللي بتحب الشعر وبتعشقه، يبدو ان هو كان برضو يعني عنده قدر هائل من البذخ في الانفاق وحب الظهور والاعجاب بذاته والبحث عن كل ما هو غريب وغير تقليدي علشان يعمله في المنشآت بتاعته، ولم يكن يتحرى الايه الامانه او الحله في انفاق او الحصول على المال لعمل منشآته. ولذلك من الحاجات اللي هو تركها اللي بتدل على غرابته اللي هو ايه المدنة ام راسين اللي موجودة، والمدنة ام اربع وخمس روس اللي موجودة برضو في المجمع بتاعه اللي هو الغوري كومبلكس اللي هناخده، واللي قلده من قايناباي اللي هو عمل برضو مدنة براسين قدام السلطان حسن. انا عايز حد بقى يقرا لي الكلام اللي مكتوب ده وياخد هابي فيس. مين عايز يقرا العربي؟ حد يكون بيعرف يقرا كويس ارفع ايدك كده وابدا اقرا لي. حاسس بقصر عمره في بقصر بقصر يا عمري بقصر عمره في حكم، لانه لم يشيد مسجدا يحمل اسمه شأنه في ذلك شأن بقيه سلاطين المماليك، وكأن المسجد بالنسبة لسلطان المماليك بمثابة مشروع يتقي به نار جهنم. بعدما لقنهم الفقهاء أثناء فترة التربية الدينية أن من بنى بيتا لله في الدنيا بنى الله له قصرا في الجنة. تنبه السلطان وهو بيحس يعني هو افتكر كده، ايه ده انا ما عملتش نفسي مسجد، ده قايتباي عمل له مسجد، وبرقوق عمل له مسجد، وقلاوون عمل له مسجد، وسلطان حسن عمل له مسجد، انا هخرج منها كده بلوشي، ما فيش حاجه الناس تفتكرني بيها. فقرر ان هو يعمل ايه، يعمل لنفسه مسجد برضه رائع زي كل المماليك اللي ايه اللي قبله. وسواء نسى الفقهاء او تغافل الغوري، لم يهتم السلطان بامر المال أو الطريقة النزيهة التي ينبغي أن يبني بها هذا المسجد، فقام بنزع ملكية المدرسة. كان أحد الأمراء المماليك قد أرسى دعائمها الأولى وشرع في تشييدها أو بالأدق في استكمال بنائها، ولجأ بكل بساطة إلى الاستيلاء على ما كان في القاعات القريبة من موقعة من أخشاب لأبواب وشبابيك ومن رخام في الأرضيات والجدران. وتوج ذلك النهب الذي أخرب عدة قاعات ومدارس كانت زاهرة عامرة بإجبار البنيان والبنايين والحرفيين على العمل بأقل الأجور تارة وبلا أجر تارات أخرى، فضلا عن حثهم بفاحش القول وغليظ الأذى البدني للعمل بإخلاص لأطول الساعات. ولما كانت أرض مدرسة الغوري القائمة اليوم على يمين الداخل لشارع الغورية قد اغتصبت من صاحبها وتم الاستيلاء على مواد بنائها من مبان أقدم، واستخدمت الصخرة في تشييدها، فقد سماها المصريون المسجد الحرام على سبيل التبكيت للسلطان، لأن كل شيء فيها أتى. ودكتور تقريبا في حاجة معمولها كراب. ما هي أتى من إيه بقى؟ أكيد من الحرام يعني. من الحرام. فهمت إيه بقى يا نورهان؟ إن هو لما جه ينشئ المدرسة المسجد قصدي، كان بيجمع كل الأجزاء بتاعته وبيسرقها من قاعات المدارس والمساجد التانية، وحتى العمال كان ما بيدولهمش الأجور بتاعتهم، أو ساعات كمان مش بيدوهم أجرهم وبيعملهم بطريقة غريزة عشان يفضلوا يشتغلوا متواصلين لساعات طويلة. كويس. فالمصريين بقى سموا المسجد ده إيه؟ سموه المسجد الحرام علشان يعني طريقة يبكتوا بيها السلطان إن هو كل حاجة جابها فيه كانت حرام. في كل مره بنعدي بيبقى المسجد ده على ايدنا الشمال، ومفيش مره الحقيقه فكرنا ان احنا نخش نتفرج عليه، مع ان الزخارف والجمال اللي موجود فيه واستخدامه لتقليد لامثله ولنماذج من العماره الرائعه مفروض تخلي كل الناس تعدي وتشوفه. الا انما ايه يعني كل ما نسال حد هو انت رحت الجامع ده يقول لك لا، ليه؟
مش عارف، ما فكرتش. لكن الناس بتروح الازهر، الناس بتروح قلاوون، الناس بتروح الحاكم، الناس بتروح حتى المؤيد شيخ بتزوره، لكن الجامع ده تحس كده ان في حاجه بتخليه انفيزبل، تفهمش ايه الحكايه. طيب ما تقولي لنا كده ايه الملاحظه وانت عملتي عشان تتاكدي منها؟ انا كان في، انا شخصيا ما دخلتوش قبل كده مع اني ساكنه قريب من المنطقه دي ودايما بروح هناك، شيء غريب بالنسبه لي ان انا ما ادخلش المكان. وبعدين في مره سالت واحده صاحبتي، هي مش في عماره اصلا يعني ملهاش في التاريخ خالص، فسالتها انت يعني هل صليتي في المكان ده قبل كده، رحتي في المكان ده قبل كده؟ بتقول انها في مره دخلت اضطرت انها تدخل علشان تصلي فيه، وبتقول انها يعني يا دوبك صلت وخرجت على طول، ما قدرتش تستحمل ان هي تقعد في المكان كتير يعني. مع ان المكان من جوه زي ما انت شايف ان هو متصمم بطريقه جميله جدا ومحطوط فيه كل ما يلزم من زخارف. انا عندي سؤال غريب شويه، بس هو ليه علاقه بمنطقه الغوريه ولا هما دول نفس الحاجه؟ ايوه، ما هي الغوريه لو انت شفتي الخريطه على الشمال هنا، اوكي، دي هنتكلم على ارتباط التراث في مصر بالعماره. فاحنا عندنا حي بالكامل اسمه الغوريه، اللي هي جايه من المنطقه اللي كان بيبني فيها اللي هو فيه قماش وحاجات زي كده تحت. ايوه، اللي بيجهزوا يا رايحين الغوريه هاتوا لحبيبي هديه، اغنيه لمحمد الكحلاوي باين. تمام، فالاغنيه دي كلها بتدور حوالين المنطقه، حوالين مدرسه وزير وكتاب السلطان قنطور الغوري. يعني اعمل لكم ايه اكتر من كده؟ اعمل لكم ايه اكتر من كده عشان تحبونا يا ناس؟ عملت لكم مدرسه وسبيل وكتاب وطريق، يعني وجدت لكم اروع البلدانيين وعملت لكم اغلى انواع الزخارف اللي موجوده في كل حته. برضه رايحين تروحوا السلطان حسن، برضه رايحين تروحوا القلاوون. يعني انا مش فاهم انت بصراحه، انت شعب ايه؟ شعب جاحد. طيب نشوف بقى السيد قنصوه الغوري ده وايه اللي حصل. الغوري مات زي ما قلنا بسكته قلبيه اثناء معركه مرج دابق. الجسم الجثمان بتاعه لم يعثر له على اثر، ولم يدفن في الضريح اللي انفق عليه كل اموال الناس الاخرى مش امواله الشخصيه علشان يخليه بالمنظر ده. وقبل لما يموت السلطان، السلطان ذات نفسه فقد بنته اللي كان عندها 15 سنه وابنه الناصر الدين محمد اللي كان عنده 13 سنه، الاثنين كانوا ضحايا لوباء الطاعون اللي اجتاح البلاد. فهو عاش ما يكفي ان هو يشوف ولاده الاثنين بيموتوا قدام عينيه، وهو نفسه يدفن ولا يعثر له على جثه، ولا يستخدم المنشا اللي هو بناه في حياته من قبل. وبسقوط قنصوه الغوري وبتعليق طومان باي على باب زويله انتهى عصر المماليك. يبقى احنا كده خلصنا النهارده اخر حاجه في المماليك، ويبقى احنا كده خلصنا المماليك البرجيه والبحريه. فاضل لنا محاضره الاسبوع اللي جاي عن العثمانيين واللي عملوه في مصر علشان نشوف ايه هو تراث العثمانيين في مصر.